يعني من انا والطفل بعرف انه بدي اكون انسان مميز، بدي اعمل شيء انجح فيه. بايام الحرب اللي كانت كثير عصيبه ببيروت وبعد تهجيرنا من منطقتنا من مطرح ما كنا بالدمور، حسيت انه انا لازم اعمل شيء وبسرعه. وهالشيء حسيت اكثر شيء فيني اعمله بسرعه هو لان قد ما بحب شوف اشياء حلوه وقد ما بشوف المراه شوفها بطريقه حلوه ومميزه، حسيت انه فيني بلش خوض هالمهنه. وبلشتها كهاوي بالاول، وبعدين لحد سنه 82 حسيت انه انا متمكن انه فيني اعملها مهنتي وفيني انجح فيها. هذا نتيجه كثير شغل، انه مش بالصدفه النجاح بيجي، لانه ممكن في ايام حدا بتصادفوا مثلا خبطه يا اما شغله كبيره بيعملها وبعدين بدوب. يعني انه هيدا شغل كل يوم بيومه، كل يوم باصرار، كل يوم مثل ما لازم، حتى واحد يوصل للنقطه اللي نحن فيها هلا. وبضل بقول انه وين وصلنا وبعدنا ببدايه الطريق، لان للإنسان اللي بيطلب الكمال بده كتير وقت وبده كتير شغل. وإزاي اختلف إلي صعب من أول بداياته لدلوقتي؟ أكيد اختلف. لكن الإنسان بيختلف لما كل شوي بشوف الحياة، بتعرف على الحياة أكتر. بقول إنه هيدا اللي بتخلي الإنسان يختلف عن بداياته. يعني انه انا من يوم ما بلشت عمري 18 سنه ولد بمنطقه صغيره بايام الحرب لليوم، يعني بارم العالم وشايف الدنيا كيف راكبه، انه اكيد يعني بيتغير مضمونه. لا مضمونه تغير اكيد، يعني انه ما بعرف اذا عم تفهم علي، يعني انه تفكير الانسان اللي بيتغير، مش هو اللي بيتغير. واقع الموضة في العالم العربي ازاي بتشوفه؟ وضع الموضة بالعالم العربي حلو، يعني خلينا نبلش بلبنان بالأول. إنه كمية المصممين اللي موجودين، كمية الشباب والصبايا اللي حابين يكونوا بالموضة، إنه كتير كتير كتار. وهيدا الشيء يلي خلاني اعمل الكامبوس مع الايو، ويصير عندنا الشهاده الجامعيه بلبنان. وحابب كثير انه هيدا الشيء تتكرر بكل المناطق العربيه، لان الموضه شغله كثير حلوه، وكثير الجيل الجديد حابب مجال الموضه ويشتغل فيه، انه لازم يتعلموا على قصص مضبوطة ليكون متمكن من حاله. بتقول إنه لبنان مليانة مواهب، تفتكر ليه لبنان بالذات مليانة كل المواهب المبدعة دي؟ هيدا لبناني، لبناني إنسان غريب، إنسان بقول لك إنه مش لأن أنا لبناني ولا إنه مديح، لأن أيام بيكون غلط كمان. الإنسان لبناني بهمه كل يوم يكون أحسن. يعني لو كان معدم بيطلع انه وليش انا ما بكون منيح، عنده هالنفسيه، عنده العنفوانه. ازاي بتشوف المراه العربيه؟ المراه العربيه، انا شو بدي اقول لك عن المراه العربيه؟ انا وياها قصص، يعني انه امتنان اول شيء، انا ممتن للمراه العربيه واللبنانيه فوق ما تتصوري، لأن هي أول حدا آمن إنه حبت إلي صعب شو بيعمل، قدرت موهبته، قديش هي نبع من الـ من الانسبيريشن، يعني
بقول لك انه نساء العرب ما بتلاقي، يعني انا بقول ما في مره بتشبه الثانيه، بس نساء العرب عندهم كثير كاركتر وهيدا شيء كثير بقدر عندهم. طيب ومن قصة نجاح إلي صعب، عايزين رسالة للشباب مش بس المصممين، لأي حد بيبتدي طريقه، بتقول له إيه؟ بقول بدك تبتدي طريق بده يكون عندك كتير بال طويل، وكتير بدك تتعلم، وكتير بدك تسمع، وكتير بدك تشوف، وما تحكي قبل ما تفكر. يعني طريق النجاح، طريق بقول لك في كثير ناس عندهم مواهب وما وصلوها، ما وصلت لان ما كان عندهم الاشياء اللي حواليها يقدروا يشتغلوا عليها. لان انك تديري موهبه ما تديري نجاح اهم من النجاح نفسه.